إذا نتابع في هذه الحلقة من الخبرية بقية تطورات المشهد في السودان، لا سيما بعد إعلان عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، والحديث عن نيته تشكيل حكومة كفاءات وبرلمان من الشباب في الخبر البقية. أهلا بكم. يسميه أنصار عبد الفتاح البرهان ومؤيدو المكون العسكري في الحكم في السودان تصحيح مسار، والمناهضون لهم يؤكدون أن ما جرى يتمتع بالمواصفات الكاملة للانقلاب ولو بدا ناعما حتى الآن. الإدانات والإعراب عن القلق سمتان للمواقف الدولية، ومنها موقف الولايات المتحدة التي كان مبعوثها جيفري فيلتمان قد تباحث بالأمس فقط مع المسؤولين السودانيين في مقترحات تضمن الانتقال الديمقراطي في السودان. نسأل في للخبر بقية عن دوافع إعلان حالة الطوارئ وتجميد العمل ببنود مهمة من الوثيقة الدستورية، وماذا بعد هذا الإعلان الذي قابلته دعوات للعصيان المدني؟ أي شكل لحكم المرحلة الانتقالية؟ وما هي ضمانات الوصول إلى لحظة الانتخابات؟ وحتى ذلك الحين ماذا عن حكومة الكفاءات؟ كيف ستشكل وممن؟ من جديد السودان يشهد انقلابا يقوده عسكريون على مدنيين. المبررات تتشابه في كل مرة. الانسداد السياسي للسلطة المنقلب عليها يتذرع به العسكريون حين يحكمون سيطرتهم على الحكم. شعبنا الأبي. قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان أعلن حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، والوثيقة الدستورية التي جعلت البرهان رئيسا لمجلس السيادة يعلق بعض موادها بنفسه. حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه. خامسا حل مجلس الوزراء. سادسا إنهاء تكليف ولاة الولايات. يقول إن خطوته باب لخلق الوضع المناسب للأحزاب وصولا إلى الانتخابات، ويمهد لذلك بتشكيل حكومة جديدة ستتولى إدارة شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات. حكومة من كفاءات وطنية مستغلة يراعى في تشكيل هياكلها التمثيل العادل لكل أهل السودان وأطيافه وفئاته. الحكومة الجديدة ستشكل على أنقاض اعتقال أغلب أفراد حكومة حمدوك بمن في ذلك شخصه. قوى سياسية واتحادات مهنية ترفض ما فعله البرهان، بعضها يدعو إلى عصيان مدني، وحشود شعبية تخرج إلى الشوارع محتجة، غير أن شركاء الثوار من العسكر هم قادة المشهد هذه المرة. وخلف البرهان يقف من يقال إن له باعا طويلا فيما يجري، حميتي. ما حصل جاء بعد يوم من لقاء الموفد الأمريكي الخاص بالقرن الإفريقي الثلاثة، البرهان ونائبه ورئيس الحكومة المعتقل. وصبيحة الانقلاب كان المبعوث الأمريكي موجودا في الخرطوم، يقال إنه غادرها مستعجلا ومعربا عن قلقه من سيطرة العسكر على الحكم. ردود الأفعال الدولية الأخرى بدت منددة. الأمم المتحدة والاتحادان الإفريقي والأوروبي والجامعة العربية ولندن جميعا يطالبون بإطلاق سراح أفراد الحكومة المعتقلين. الثوار ما بيخوفوا من الرصاص. الأنظار تتجه إلى الشارع السوداني الذي سيسهم في تحديد مآلات ما يجري ومدى قدرة العنف ضد المنتفضين على وقف الرافضين حكم العسكر في ظل حديثهم عن خطر حقيقي داهم. ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من لندن عمار حمودة، قيادي في قوى الحرية والتغيير والناطق الرسمي باسم التجمع الاتحادي. وينضم إلينا أيضا من الدوحة دكتور مروان قبلان، مدير وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا بكما. أبدأ معك سيدة عمار حمودة، هل تقر بأن حركة أو قوى الحرية والتغيير خسرت يوم قبلت الشراكة مع المكون العسكري كما يرى البعض؟ مرحبا بكم وبمشاهديكم الكرام.
صراحة من واجب السياسي أن يبحث عن الحلول التي تجنب البلاد المزالق وتجنبها الحروب وتجنبها الصراعات والدماء. إذا حصل على ما يبتغيه عن طريق التفاوض فذلك مكسب وليس منقصة. هذا من جانب. ما يجعلنا نثق في هذا الأمر أن السلاح السلمية هو السلاح الذي بيد الشعب والذي بيد القوى المدنية، والذي يجب أن نستثمره الاستثمار الكامل. متى ما احتجنا إليه نأتي به، ولكن أن نقول أننا لن نقبل بالحلول لأننا نستبطن أن ذلك فقط اتجاه مع الانقلابيين، لا، نحن في النهاية نريد أن نصل إلى تحول مدني ديمقراطي. إذا كان هناك عسكريون مع هذا التحول المدني الديمقراطي هذا شيء جيد. ما نعلمه تماما أن الاصطفاف الحالي ليس بين العسكر والمدنيين كل إلى جهة، لا، نحن الآن أمام اصطفاف بين انقلابيين فيهم مدنيون فيهم عسكريون من جانب، وقوى التحول المدني الديمقراطي بما فيهم من عسكريين ومدنيين. هذا اصطفاف يختلف تماما عن التصنيف التقليدي والكلاسيكي. تمام، يعني أعود إلى هذه النقطة. كيف تصنف الآن المشهد بين انقلابيين بمختلف مكوناتهم عسكر ومدنيون، وبين مناصرون للثورة ربما هكذا يمكن تسميتهم؟ دكتور مروان قبلان، هل كان بإمكان قوى الحرية والتغيير أن تتجاوز ما يمكن وصفه مطبات وضعها المكون العسكري يعني أمامها كي تصل إلى هذه المرحلة، أن تتفتت ربما من الداخل، أن ينشق عنها من ينشق وينفض عنها المناصرون؟ مساء الخير، شكرا على الاستضافة. يعني أنا أعتقد أنه النهاية التي وصلنا إليها لم يكن هناك برأيي مفر منها، لأنه إذا لاحظنا تاريخ العلاقة بين المدنيين والعسكريين خلال الأشهر الـ30 ربما الماضية أو أقل من ذلك بقليل، نلاحظ أن العسكريين كان لديهم رغبة في أن يحتفظوا بالسلطة وأن يتشبثوا بها منذ اليوم الأول للإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر حسن البشير، بدليل أنهم حاولوا مجرد أن أطاحوا به أن يقدموا وجوه عسكرية جديدة على قديمة جديدة على المسرح. تذكر الفريق عوف وفشل محاولة يعني إنشاء نظام جديد، وما كان ممكنا أن يتوصلوا إلى وثيقة تقاسم السلطة برأيي لولا الفض الدموي يعني للاعتصام امام القياده العامه للقوات المسلحه في شهر حزيران من العام 2019. وكانت توقعات العسكريين انهم باستطاعتهم ان يجردوا القوى المدنيه من سلاح الرئيس الذي كانوا يحتفظون به في ذلك الوقت وهو هذا الاعتصام. فشلهم بطبيعه الحال، والضغط الذي وضعه الاتحاد الافريقي عليهم والضغوط الخارجيه دفعتهم الى الموافقه على تقاسم السلطة باتفاق أغسطس من العام 2019. إذا راقبنا العلاقة بعد ذلك نلاحظ أنه في كل مناسبة كان يظهر هناك توتر واضح في العلاقة بين المكون المدني وبين المكون العسكري منذ تشكيل مجلس السيادة وتشكيل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك. آخر مرحلة من مراحل هذا التوتر والتي أدت بشكل طبيعي وتلقائي برأيي إلى الانقلاب العسكري الذي حصل اليوم هو المحاولة الانقلابية أو التمرد الذي حصل في سلاح المدرعات في شهر سبتمبر الماضي، وبدأ على أثره العسكريون يشنون حملة واضحة على الحكومة عبد الله حمدوك وعلى المكون المدني، وكان واضح انه ذاهبين باتجاه الاطاحه بها. انا اعتقد انه يعني النتيجه التي وصلنا اليها اليوم ما كان يمكن لها ان تكون مختلفه، لانه برايي العسكريين بتعرفي انه اقترب موعد تسليم السلطه اصلا للمدنيين، لانه وثيقه اقتسام السلطه صحيح، وثيقه ولكن هل هذا يعني دكتور قبلان انه في شهر اغسطس
أنه حتى لو كانت يعني قوى الحرية والتغيير أو حكومة حمدوك تعاملت مع التحديات الاقتصادية التي لم يعني يسهل المكون العسكري يعني يسهلها للحكومة، هناك من يرى أن كل شيء وضع على كتف هذه الحكومة، هل كان يمكن فعلا أن نصل إلى المرحلة هذه نفسها لو جرى التعامل مع هذه التحديات على سبيل المثال بشكل مختلف، أو حتى لو كان هناك تعامل بين مزدوجين يعني أكثر ذكاء مع ملف الشرق الذي أيضا كان ملفا ترك مفتوحا في وجه الحكومة والمكون المدني؟ بتقدير الشخصي العسكريين سوف يجدوا ذريعة ما للإطاحة بالمدنيين حتى لا يسلموهم السلطة، أنا ده تقديري، يعني سواء نجحت الحكومة ب يعني التعامل مع الأزمات العديدة التي واجهها البلاد، الأزمة الاقتصادية، أزمة الشرق إلى آخره، أو لم تنجح. أنا بعتقد أن الثقة كانت مفقودة بين الطرفين منذ اليوم الأول، يعني لتشكيل مجلس السيادة ولإنشاء الحكومة. أنت بتعرفي أصلا، إذا ممكن أذكرك بالرسالة التي أرسلها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الأمين العام للأمم المتحدة في شهر يناير من العام 2020، يعني بعد 4 أشهر تقريبا من التوصل إلى اتفاق الوثيقة الدستورية، وطلب فيها أن ترسل الأمم المتحدة بعثة أممية إلى السودان تحت الفصل السادس للمساعدة في دعم عملية السلام، في تأهيل قوات الشرطة، في مجموعة أمور يعني كان مطلوب من الأمم المتحدة أن تقوم بها. والمجلس العسكري في ذلك الوقت اعترض بشدة واعتبر أن حمدوك يستقوي عليه بالأمم المتحدة، وطلب تعديل الرسالة وإعادة رسالها إلى الأمم المتحدة يعني بصيغة جديدة، بصيغة معدلة. أنا بتقديري أنه الثقة كانت مفقودة واستمرت مفقودة، وصولا إلى أن الظروف نضجت الآن حتى ينقلب العسكريون على الوثيقة الدستورية. طيب. كما قلت لك، مع اقتراب موعد تسليمهم السلطة للحكومة المدنية في شهر إبريل من العام القادم، يعني يفصلنا عن ذلك كان تقريبا 6 أشهر، لذلك كان يجب أن يفعلوا شيء قبل الوصول إلى شهر إبريل من العام القادم. سيد عمار حمودة، الآن يعني العسكر عمليا طووا صفحة الشراكة، الوثيقة الدستورية وكأنها تعتبر لاغية الآن بعد تجميد العمل ببنودها المهمة، خارطة الطريق وكأنها وضعت من قبل العسكر، الحديث عن حكومة كفاءات، تطمينات بأن المرحلة الانتقالية ستستكمل إلى حين وصول إلى الانتخابات. ماذا ستفعل قوى الحرية والتغيير بعد أن يعني فقدت مسمى الشريك المدني، وهناك مكون مدني آخر يطمئن ربما يعني العسكر الخارج بأنه سيتعاون معه؟ لا ابدا، ما تم الان هو تماما ما تم عند فضل الاعتصام. هذه مساله غايه في الوضوح، يعني بعد فضل الاعتصام راى الناس ان القوى المدنيه او قوى الثوره قد تم تجريدها من سلاحها الاساسي وهو الاعتصام، ولكن السلاح الاساسي بيد الجمهور هو السلميه والعمل السلمي. ما تزال هناك الكثير من الخطوات التي يمكن عملها لتؤثر في اتخاذ القرار السياسي. ما نزال أمامنا العصيان المدني، الإضراب السياسي، حماية نفسنا بأنه ما تصلنا القوات تحت الانقلابيين في شوارعنا. هذه مسألة أساسية، واحدة من الأمور المهمة جدا، أنه سلاح السلمية والجماعية وكل جهة تدرك تماما مسؤولياتها وتدرك ماذا تفعل في اللحظة المناسبة. هذا أمر جديد على الساحة السياسية السودانية، نستطيع أن نقول بكل فخر أن الدفاع عن الديمقراطية بدأ من صبيحة يوم فضل الاعتصام. الناس توقعوا أن ينكسر الشعب السوداني، فإذا به يعني ينتفض انتفاضة كبرى. الآن اليوم صباحا ردود الفعل المباشرة من الشارع أن الناس قد تحولوا إلى خانة الفعل ونزلوا إلى الشوارع ورفضوا الانقلاب بصورة واضحة. نعم، ولكن من نزل إلى الشارع، من نزل إلى الشارع ربما ليس بالضرورة يكون مؤيدا لقوى الحرية والتغيير، قد يكون أكثر رافضا للمكون العسكري. دعني عند هذه النقطة يعني أستغل الفرصة لأرحب بانضمام سيد عصام دكين الكاتب السياسي معنا من الخرطوم عبر الهاتف، وأحيل هذه النقطة إليك سيد دكين. الآن سيد عمار حمودة يعول على الخيار السلمي، النزول إلى الشارع لمواجهة إعلان حالة الطوارئ وما
يسمى الآن انقلاب، هل برأيك محق هو في هذا التعويل؟ مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم. وما حدث في الخرطوم ليس انقلابا، إنما هو تصحيح لمسار ثورة ديسمبر أبريل، ولأن الحالة الاقتصادية بالبلاد قد تدهورت، وتدهورت الحالة الأمنية، وتدهورت الحالة السياسية والحالة الخدمية والمجتمعية، وبالتالي الوثيقة الدستورية نفسها تعطي الحق إلى السيد الفريق البرهان رئيس المجلس السيادي إعلان حالة الطوارئ، فقام بذلك وأعلن حالة الطوارئ وجمد حوالي 8 مواد أساسية ومهمة جدا في الدستور اللي هي المادة 11 و 12 بتعني حل المجلس السيادي وإبعاد صلاحياته، والمادة 15 و 16 بحل مجلس الوزراء وإلقاء اختصاصاته، والمادة 24-23 التي تعني تكوين المجلس التشريعي الذي لم يكون أصلا، والذي يعطي 67% لقوعنا الحرية والتغيير و 33% لبقية الأقوى الأخرى السودانية. لذلك هذا الإعلان حالة الطوارئ جاء في وقته تماما، وعبر تعبيرا سياسيا مهما جدا عن وضع السودان في الفترة القادمة. وبالتالي ما الآن يريدون بعض القوى إعلان الحرية والتغيير من المجموعة التي اختطفت الثورة، الأربع أحزاب: حزب البعث العربي للاشتراك والمؤتمر السوداني ومعارضي الاتحاد الديمقراطي. طيب تقول سيد أكين جاء ذلك في وقته، لكن العالم لم يقل، دعيني أكمل مداخلتي، العالم لم يقل حتى الآن ما حدث في الخرطوم انقلابا، ولكن الجميع الذين عبروا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربي ومصر القريبة كلهم كانوا قلقون جدا على ما يحدث في السودان. أجيك من الآخر كده، ما حدث الآن في السودان هو بمباركة من الولايات المتحدة الأمريكية. طيب دعني هنا سيد أكين، اسمح لي، استمعت إليك لتوضيح أيضا بعض ما ذكرت. تقول بأن إعلان حالة الطوارئ يعني جاء في وقته، ولكن هناك من يرى بأن ربما المكون العسكري استعجل الانقضاض على حكومة حمدوك وعلى المكون المدني، وكان بإمكانه يعني أن يحقق مراده فقط بمزيد من الوقت ويترك يعني الحكومة تتفتت من ذاتها. لماذا استعجل ذلك؟ هل كان هناك خطر يستشعره على فكرة أن يبقى هو متمسكا ومتحكما في زمام الأمور في الفترة المقبلة؟ هو سؤال جميل للقايا. المجلس العسكري لم يستعجل في إعلان حالة الطوارئ. هناك مفاوضات مكوكية كبيرة جدا جرت ما بين الدكتور عبد الله حمدوك والفريق البرهان والفريق الحيتي بواسطة المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، وجرت مفاوضات كبيرة بين قوعنا الحرية والتغيير والمبعوث الأمريكي، وجرت مفاوضات كثيرة جدا مع السفير الروسي وسفراء الدول الخارجية الذين قام بتنويرهم البرهان على الخطوة القادمة، لأن الوضع في السودان أصبح لا يستحمل تماما حدوث انهيار اقتصادي كامل. التضخم وصل 450%، ثلاثة أرقام، وأنا رجل اقتصادي، يعني 450%. طيب ولكن سيد أكين عندما تقوله يعني وكأنك توحي بأن هناك بعد هذه اللقاءات التي أجراها فيلتمان مع المسؤولين السودانيين، يعني وكأنني سمعتك تتحدث عن مباركة، علما أن كل تعبيرات القلق من واشنطن سواء من فيلتمان أو حتى من المسؤولين من واشنطن عبروا عن قلقهم إذا ما جرى. دعني هنا، ابقى معنا سيد أكين، أريد أن أعود مجددا لدكتور قبلان. يعني كيف تحول تفاؤل فيلتمان إلى قلق؟ وأيضا هناك من يقول يعني هل بالفعل المخاوف الداخلية التي يعني في فكر أو في ذهن المكون العسكري جعلته يقفز على كل محاذير ربما أمريكية سمعها من فيلتمان والدفع باتجاه تسوية، وأن تبقى هذه الشراكة يعني أفضل ما يمكن بين المكون العسكري والمدني إلى حين؟ يعني طبعا أنا لا أتفق مع تحليل ضيفك من الخرطوم بأن هناك مباركة أمريكية لهذه الحركة التي قام بها المكون العسكري أو الجيش السوداني. أنا أعتقد أن الأمريكيين كان موقفهم واضح، يعني منذ أن بدأ الخلاف يتسع بين الطرفين بين المكونين المدني والعسكري، والتحذيرات الأمريكية كانت واضحة
لجهة الاستمرار في المسار الديمقراطي بإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء طبعا الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة. أنا تقديري طبعا تقدير آخرين كانوا أنه المجلس العسكري لن يخاطر بإقالة حكومة حمدوك، إنما قد يذهب باتجاه توسيع قاعدة المشاركة، لأنه كانت الفكرة التي طرحها الفريق البرهان بعد المحاولة الانقلابية وأنه يجب أن نذهب باتجاه حل هذه الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة بحيث تبقى حكومة مدنية في واجهة الأحداث، لأنه مهم هذا الأمر بالنسبة للمجلس العسكري. المجلس العسكري غير قادر على التعامل مع أزمات البلد بشكل مباشر، سواء كانت أزمات اقتصادية أو معيشية أو أزمات مرتبطة بالشرق أو يعني التعامل مع العالم الخارجي. فالمجلس العسكري كانت الحكومة المدنية تفيده من هذه الجهة لمنع الضغوط الخارجية من جهة أو درء الضغوط الخارجية، وبالفعل الآن يتعرض المجلس العسكري ضغوط خارجية. يعني نحن نتوقع أن نسمع بعض الآراء القوية من حكومات مختلفة، إضافة إلى موقف الاتحاد الأفريقي، يعني كل بانتظار أيضا موقف الاتحاد الأفريقي. وتعرف السودان حساس جدا لموقف الاتحاد الأفريقي، وأنت بتعرفي أنه أصلا عندما تم الإطاحة بالرئيس البشير أعطوا السودان مهلة 60 يوم، أعطوا المجلس العسكري مهلة 60 يوم حتى يعيد السلطة إلى حكومة مدنية أو يسلم السلطة إلى المدنيين، وهنا في هذا السياق فأنهم سيقومون بتعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. بالحديث عن وسائل الضغط، يعني أيضا هنا أسأل أيضا سيد حمودة، إلى أي درجة تعول ربما ليس فقط على ضغط الشارع إنما على الضغط الدولي، ولا سيما الموقف الأمريكي الذي الآن تتحدث الخارجية عن أن كل الخيارات متاحة لمساءلة من يتحملون يعني إيصال الوضع في السودان إلى هذا الحل، من جملتها ربما وقف المساعدات، أو حتى هناك من يلوح باحتمالية العودة لمسار العقوبات؟ لنكون صريحين، الأساس في العمل السياسي في هذه اللحظة ضد الإنقلاب هو عمل على أرض الواقع في السودان. ما يأتي من الخارج هو عامل مساعد، برغم أن ذلك يعني دفعة معنوية كبيرة جدا ودفعة سياسية، ولكن الأساس فيها هو ما يحدث على الأرض في السودان. ولذلك الكلمة الآن للشعب، الكلمة للجماهير، الكلمة للذين يقررون هل يتعايشون مع هذا الانقلاب أم أنهم لهم رأي آخر ولهم حديث آخر. المواقف الإقليمية والمواقف الدولية حتى الآن نعتبرها إيجابية جدا تجاه إدانة لما يحدث، ولدينا شواهد كثيرة جدا. ولكن هل تعتقد سيد حمودة الشارع الذي يعني أيضا يضيق صدره بالوضع الاقتصادي، يعني يرى أن ربما تلبية حاجاته هذه أهم إلى حد ما ربما من أي كلام عن ديمقراطية وغيره، بعدما يعني ضاق يعني ذرعا بالاحتياجات الاقتصادية التي أكثر فأكثر تبدو مفقودة ربما أو صعب تلبيتها؟ هذا ضمن ما خطط له الانقلابيون، أنهم سوف يستدرجون الشعب السوداني إلى أن يكون في حالة تذمر من الحكومة. الحكومة بالمقابل حققت نجاحات كبيرة جدا حتى على المستوى الاقتصادي، لا نقول بذلك من تصريحات المسؤولين الحكوميين، نحن نتحدث عن تصريحات لجهات اقتصادية كبيرة. نعم هناك تضخم وغيره، ولكن بحسابات الاقتصاد الكلي هناك ثبات في سعر الصرف لم يشهده السودان منذ زمن طويل. طيب. حتى الانسياب في المواد الأساسية كان هناك رهان على أن الحكومة ستفشل فيه، لكن كل ذلك حتى لو نجحت الحكومة بنسبة 100% لن يعدم العسكر أو الانقلابيين من العسكر والمدنيين الأسباب للإنقلاب. طيب يعني هنا لا يحتاج أسباب، وضحت هذه النقطة. سيد دكين معنا من الخرطوم عبر الهاتف، بتقديرك الآن حينما يتحدث البرهان عن حكومة كفاءات، يعني هل شكلها ومن سيشكلها واضح في ذهنه، أم يعني الأولوية الآن بالنسبة للعسكر هو تثبيت حالة الطوارئ؟ وبالتأكيد الإعلان حالة الطوارئ يعني أن القائد العام للجيش
كل السلطات القوات النظاميه الاخرى والقوات المسلحه والاجهزه الامنيه تحت ادارته ويوجهها حيث ما يريد، والبلد في حاله طوارئ. هذه هي نقطه واضحه ومهمه جدا، اعلان حاله الطوارئ، لانه هنالك انقسامات في بعض ولايات السودان او اقاليم السودان. نحن عندنا الان في الشرق هنالك عصيان او اعتصام في الشرق فصل شرق السودان عن بقية ولايات السودان الأخرى، وشرق السودان به الميناء في ساحل البحر الأحمر حوالي 500 كيلومتر، وبالتالي إعلان حالة الطوارئ يعني فض هذا الاعتصام بالقوة وفتح الطرق التي تأتي من ميناء دور السودان. أعتقد ما الذي قيل عن أن هنالك حالة انقلابية هذا كلام خاطئ جدا، بل هو تصحيح لمسار الثورة لو كنا أمين. طيب، ولكن سيدة كيف في الصورة التي يعني تقول بأن تثبيت حالة الطوارئ ويعني إرسائها يتطلب فض كل أشكال العصيان المدني بالقوة، هنا يطرح سؤال عن مسؤولية عدم يعني أن ينزلق السودان إلى وضع أمني دموي، وهذا هنا المسؤولية تقع على عاتق المكون العسكري وعلى الأجهزة الأمنية بشكل أساسي. هل ستحتمل هذه الأجهزة دماء سودانية يعني تلطخ يداها بها؟ لن يحدث ذلك. ضيفك تحدث عن أن هنالك الجماهير التي تؤيد المجلس العسكري وتؤيد هذه الخطوة هي أعداد هائلة وضخمة جدا تؤيد البرهان في هذه الخطوة، وال11 نقطة التي ذكرها البرهان في خطابه اليوم لم تتحدث عن دكتاتورية قادمة يمثلها البرهان، بل تحدث أن أكد أن القوات المسلحة ستمضي في الانتقال الديمقراطي ولتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة في يوليو عام 2023. لماذا نحن نغمض عيوننا عن هذه الحقائق؟ وأيضا تحدث عن حكومة كفاءات وطنية ستشكلها القوى السياسية بالتشاور مع المجتمع المدني، مع منظمات المجتمع المدني، والسودان فيه كفاءات وطنية. المجتمع المدني الذي شق هو المكون العسكري وجعله مجتمعان، منه من يؤيده ومنه لا. ولكن يعني هنا مفارقة أريد أن أسأل دكتور قبلان، سيدة كين اسمح لي أن أسأل دكتور قبلان عنها، مفارقة أن الأجهزة الأمنية يعني هي التي ستؤمن الانتقال الديمقراطي، ويقول سيد دكين هي حقائق. شوفي، انا يعني يجب ان اقول انه يعني بدون شك حكومه عبد الله حمدوك لم تحقق انجازات عظيمه خلال فتره تسلمها السلطه على مدى العامين الماضيين، لكن بمقابل فشلها ايضا هناك من سعى الى افشالها برايي. واعتقد انه من الظلم تحميلها مسؤوليه كل ما يجري الان في السودان، لانه بعض المشاكل في السودان عمرها عقود الان، وهذه حكومه عمرها بضعه اشهر، ولذلك يجب ان يكون المرء موضوعيا عند الحديث. انا باعتقادي انه العسكر جاءوا بهذه الحكومه وضعوا على راسها عبد الله حمدوك لمساعدتهم في التعامل مع العالم الخارجي، ساعدهم في رفع اسم السودان عن قائمة الدول الإرهابية في العلاقة مع الولايات المتحدة، ساعد في إقناع الولايات المتحدة ودائنين مختلفين بتخفيض الديون المترتب على السودان. أنا أعتقد أن وصلنا إلى مرحلة انتهى تقريبا هذا الدور الذي أدته هذه الحكومة، والعسكر بطبيعة الحال بعد أن انتهت استخدام هذه الورقة قفزوا إلى السلطة، وها هم يعني يحاولون أن يعيدنا إلى المربع الأول في السودان. أشكرك جزيلا من الدوحة دكتور مروان قبلان، مدير وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وأيضا أشكر من لندن عبر خدمة سكايب عمار حمودة، قيادي في قوى الحرية والتغيير والناطق الرسمي باسم التجمع الاتحادي. وأشكر عبر الهاتف من الخرطوم السيد عصام دكين الكاتب السياسي. مشاهدينا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.